خلينا نشوف واحد الفيديو ونسقسيك السؤال. الفيديو يعني قصير جدا. واش شفتي وجهي في ديك اللقطه؟ جوج، هذاك واش كان ديليس ولا كان الشخصيه؟ هذاك اللي لعب بيرناوت، هذاك راه واحد السيد اللي هو عنده واحد المنصب. هذاك الشخصيه خصك تهضر مع المخرج اللي قال لك الشخصيه علاش دات ديك اللقطه. يعني سي دريس، انت تتفرق ما بين دريس الروح كشخص والشخصيه اللي تيلعب. واش كاين شي خطوط حمراء اللي تتخلي انت الشخصيه ديالك تلعبها؟ شوف، في الفن وفي الابداع هناك واحد المجال واسع وشاسع للانطلاق وللابداع وللتعبير عن ما بداخلنا. احنا في بعض الاحيان نكون بمثابه المرآة التي تعكس وجه المجتمع، وجه الاخر، تعكس عقده وداك الاخطاء ديالو، كتعكس الاشياء اللي في الغالب الناس كيتنساوها او يتنساها التاريخ. وبالتالي فالمبدع او عامه ممثل، شاعر، رسام، مخرج، كاتب الى غير ذلك، فهو يعكس ما يقع في المجتمع بطريقه او باخرى. وبالتالي فاش نكون وسط او امام الكاميرا او وسط الصوره، فنحن نكون تلك الشخصيه التي هي تعكيس ما يقع للعالم، ما يقع لمجتمعنا، ما يقع لأناس مثلنا أو غيرنا، قد يقع نفس الشيء. وبالتالي الناس كتعتبر ما نقدمه في بعض الأحيان جرأة أو تسميه المس بالحياة إلى غير ذلك. وهل تعتقدون؟ أنا أعتقد شخصيا أين يكمن المس بالحياة إذا كانت هناك أشياء تقع دائما في الأماكن المتخفية، في بيوت مغلقة، في الباركينغات، في أركينا، في مجتمعاتنا، في ونحن نعرف ذلك. وبالتالي إذا كنا نحن فقط تلك المرآة، تلك الزاوية، تلك الصورة اللي كان بينوا من خلالها ما يقع، ما يحدث، فهل معنى هذا أنك أنت تلك الشخصية، أو أنك أنت اللي كتير ذاك الشيف الصورة هو أنها معيورة أو معيوبة عليك أنت أو على مجتمع كامل أو على شخصية مضرورة نفسيا واجتماعيا إلى غير ذلك. هذا الشيء، هذا شق. الشق الثاني هو بالأمانة، عندما تقولوا بأنها جرأة، نقولوا ماشي جرأة، أنا فقط أقوم بدوري كاملا كما هو لأنني ممثل محترف. أنا مخلص للإبداع، مخلص لما يقدمه الكاتب السيناريو وكاتب السيناريو وللمخرج. وبالتالي إذا اقتنعت بالدور وعرفت بأنه عنده نقاط ضعف نفسية، شخصية، إلى آخره، اجتماعية، كنعرف المزايا دياله، كنعرف بأنه إيجابي داخل هذا العمل، فبالتالي يجب أن أقوم بدوري كمحترف، كفنان، كمبدع، كإنسان يقدم هذه الصورة لمجتمع. أولاً يبتعد عليها، قد يتفاداها، قد يرى نفسه فيها ويتساءل. فبالتالي هل مجتمعنا فقط صورة بيضاء؟ هل نحن ما عندناش في بعض الأحيان ذيك النقط السوداء والنقط الحمراء الموجودة داخل هذه الصفحة البيضاء؟ لا، كاين النقط الحمراء والسوداء سي إدريس الروح، ولكن السؤال ديالي هو احنا تنعرفوا ان الفيلم هو واحد تيعكس واحد الصورة نتاع المجتمع بطبيعة الحال بسلبياته وإيجابياته. انا هي بالنسبة لسي إدريس الروح كممثل وكمخرج، يعني الشخصيات اللي يمكن لك تلعبها، واش يمكن لها تكون عندها خطوط حمراء، او انت لك تمقتنع بشي حاجة تيكون المجال مفتوح تلعب اي دور؟ انت تعرف ان المجتمع ديالنا فيه شي حوايج اللي ما تقدرش تحطهم في السينما، ولا تحطات واش تقدر تلعبها كإدريس الروح كشخصية؟ أنا شخصياً ما زلت أؤمن بأن أولاً أتساءل هناك سؤال قبل الإجابة، هنا السؤال اسمه ما هي هذه الخطوط الحمراء؟ أولاً هل هناك فعلاً هناك خطوط حمراء في الإبداع؟ هل هي خطوط تضر بالدين، بالسياسة، بالجنس، بالعقيدة، بالمجتمع، بالوطن، إلى غير ذلك؟ هذه الخطوط الحمراء كيف هي؟ إذا كانت هذه الخطوط وعرفناها كيف هي، فأنا أعتقد بأنه مثلاً، أنا أقدم لك مثلاً، كان في يوم من الأيام قدمت لي عقد كونترا كبير جداً بقيمة مالية ضخمة، ولكن في العقد في العمل كان هناك شيء ما يضر بوطني، ببلادي. يعني ما عنده اللي يقول لك لا تضر ببلادي عن طريق شيء ما، فرفضت مثلاً هذا العمل.
ولكن وكان ممكن أنني نفرض أي شروط أخرى مثلا لأقدم لأقوم بهذا العمل وما قدمتش هذا العمل، وكان الحمد لله أنا فرحان وعجبني الحال. كان في عمل آخر فرضت شروط والعقد ما زلت أحتفظ به، فرضت شروط بأنه لا يمس أي جانب من الجوانب العقائدية أو إلى غير ذلك أو الوطنية فهذا الشيء اللي غادي نقدم ووافقوا مثلا. ولكن إذا قمنا بشخصيات، شخصيات لها جوانب نفسية، لها مشاكل ذاتية، لها مشاكل اجتماعية، وهذه الشخصيات مرتبطة بحالات جنسية أو مرتبطة بحالات عامة متعددة المواصفات، فهل نحن في عمل بورنوغرافي أو في عمل اجتماعي يبتعد أو يقرب في نفس الوقت هذه الشخصية من أخطاء ما يقع في المجتمع؟ نحن يجب أن نفرق بين هذا وذاك. أنا شخصيا أؤمن بالأعمال التي لديها هذا الحس الدرامي النفسي الاجتماعي المبني على تصحيح المغالطات المبنية في بعض الأحيان على ما هو شفاهي، وهذه الأشياء هذه خصنا ننطلق منها ونأمن بها. وحنا كنا جينا باش نصححوا الأخطاء. لو قرأنا فقط كتابا، وانتم تكونوا قريتوه بطبيعة الحال أبا هشام، الكتاب ديال زمن الأخطاء لمحمد شكري، وغادي نشوفوا شحال الجميل فيه هو أنه فيه أخطاء ونذكر هذه الأخطاء ونتكلم. ثم إذا تحدثنا عن الخبز الحافي، الخبز الحافي وما له وما عليه، فهل معنى هذا أنه كان يتكلم؟ يتكلم عن ما يقع في المجتمع، يتحدث عن ذلك. هذا الشيء اللي بغيت نقول لك بالنسبه للمجتمع، يعني فاش تجي هوليوود مثلا والافلام الامريكيه تتلقى ان داك الشيء اللي تنقلوه قريب من المجتمع. يعني المجتمع الامريكي تيهضر بواحد الهضره اللي هي ماشي هضره نقيه، يعني داك الشيء عنده عادي، الجنس عنده عادي، ففاش تينقلوا للسينما تيجي شويه عادي. بالنسبه للثقافه المغربيه والمحافظه اللي احنا عايشين فيها والخطوط كما قلت لك الحمراء والحياء اللي احنا موجودين عليه، فاش يجي داك الشيء يدار في التلفزيون او في السينما تتلقى شويه خارج على الثقافه المغربيه. هذا هو اللي تيهضروا عليه الناس. اما ان الفن يخرج من المجتمع ويدخل السينما، بطبيعه الحال هذه مساله عالميه وكل شيء متفق عليها. اولا لتصحيح ايضا المعلومه، التلفزيون في المغرب ما فيهش هذه الاشياء لانه هو تلفزيون. نعم. وانتم ماشي بحال التلفزيون في امريكا او في فرنسا او في او في افي، يعني هذه مساله الان مفروغ منها. اولا فالتلفزيون هو عمل درامي خاص بالاسره المغربيه وخاص بكل. أما السينما، عندما نتحدث عن السينما نتحدث عن بعد آخر، نتحدث عن أشياء أخرى مختلفة في بنائها، في طريقة تقديمها، لأننا نذهب إلى السينما والسينما لا تأتي إلينا في بيوتنا إلا عن طريق التلفزيون بعد التصحيح كلما يمكن أن يكون في السينما. وبالتالي فالناس اللي كتمشي للسينما فهي تختار أن تذهب إلى السينما لرؤية هذه المشاكل، لرؤية أشواقع في المجتمع، لأن السينما فيها هذا البعد الإنساني، هذا البعد الاجتماعي، هذا صحيح الأخطاء الأشياء بطريقة أو بأخرى، أو في بعضين كاين هي البعد الجمالي أو البعد الفلسفي إلى غير ذلك. بمعنى أن السينما قوتها تكمن في أنها ذات أبعاد كبيرة على مستويات إنسانية، على مستوى الكتابة، على مستوى الشخصيات، على مستوى التقنيات، وعلى مستوى أيضا الحرية والانطلاق في الحديث عن هذه المواضيع. وبالتالي السينما عندها هذا البعد. وخصنا طبيعة الحال أنا كنرفض أن تكون المجانية في خلق الحالات، المجانية في خلق الحالات الجنسية وفي خلق الحالات العري، أو هذه المجانية لا تؤتت أبدا الإبداع عامة، حتى في الصورة، حتى في اللوحة الفنية، حتى في الرسم، حتى في الشعر، فاش تنهضروا عليها. ولو رجعنا احنا في مكناس عندنا الملحون يتحدث بالغزل، وكتعرف صعيد في الملحون ما تقدرش تسمعها هو ملحون والتراث والتراث المغربي اللي احنا كنهضروا بانه احنا محافظين الى غير ذلك. فاين هذا من هذا؟ احنا كنا كنسمعوا هذا الشيء وكنتخيلوه اون بلوس، يعني ماشي غير صوره وكنشوفوها وكنمشيو، كنا كنسمعوه وكنحفظوه
وكنتخيلوا اشياء كثير لانه فيها صوره جماليه، فيها غزل، وفي غزل يتحدث عن المراه بشكل جميل جدا ورائع. وبالتالي كيف يمكن ان نعبر عن نقص في بعض الاحيان الابداع اذا تحدثنا عن هذه الخطوط الاحمر؟ الخطوط الاحمر اذا كانت عندها هذا المعنى فهي تكسر الإبداع، وإذا كانت عندها معاني أخرى بطبيعة الحال يجب الحديث عنها ويجب الإشارة إليها.